السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعرض لكم إن شاء الله مشروع مميز في منطقة بشلي، طبعا مجمع سكني فيها 3 أبراج. احنا حاليا في البرج سي الدور 9، راح نعرض لكم الشقة هذه. طبعا واصل لها الغاز الطبيعي، ميزة المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، والشارع الجديد راح يخدم المنطقة بالكامل، راح تخدم المنطقة بالكامل. طبعا الشقة عبارة عن 4 غرف صالة، مساحتها 210 متر مربع. أول ما ندخل على يسارنا عندنا الصالة، طبعا مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، ديكورات السقف، الأرضيات باركية درجة أولى، تدفئة عن طريق الغاز الطبيعي. طبعا راح نشوف الإطلالة، إطلالة مميزة على الطبيعة وعلى البحر والمدينة. من هذه الصالة بالكامل زي ما انتم شايفين، راح نطلعكم من البلكونة. هذه البلكونة ما شاء الله تبارك الله، وهذه الإطلالة الكاملة. طبعا الشقة جانبية ما في أحد يكشف عليها، إطلالة كاملة على البحر بالإضافة إلى الطبيعة. طبعا ميزتها أيضا قريبة من الشارع الرئيسي، هذا الشارع الرئيسي راح تخدم المنطقة بالكامل. بلكونة أيضا ما شاء الله فيها عجلة التدفئة، مساحتها كبيرة وشرحة. طبعا بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. هنا عندنا المطبخ مجهزة بالدواليب، وواصل لها الغاز الطبيعي كما شايفين، هذه تمهيدات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إطلالة كاملة على البحر. جميع الغرف والمطبخ مطلة على البحر. عندنا هنا مدخل الشقة، باب الرئيسي، انترفون، طريق الكاميرا، هذا الممر. طبعا عندنا هنا دورة المياه الأولى، كرمكم الله، وهذه الغرفة الأولى بإطلالة مباشرة أيضا على البحر زي ما انتم شايفين. هذه الإطلالة الجميلة على البحر. منطقة بشلي منطقة مخدومة، فيها جميع الخدمات، كافيهات، مطاعم، جميع الخدمات. وعندنا هنا دورة المياه الثانية الرئيسية، وهذه الغرفة الثانية. طبعا هي عبارة عن 4 غرف، مساحتها 210 متر مربع، أيضا إطلالة على البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني، فيها مواقف سيارات مغلقة، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، مجمع مخدوم. عندنا هنا مخرج الطوالب، طبعا عندنا نقطة مهمة، حاطين مكان الغسالة بالإضافة إلى التدفئة والجدران، مخزن صغير، بعدها مخرج الطوالب. عندنا هنا الغرفة الثالثة أيضا بإطلالة كاملة على البحر، وعندنا غرفة النوم الرئيسية. نشوف إطلالتها أيضا، إطلالة مباشرة على البحر. مساحة شرحة بالإضافة إلى دريسينج روم، عندنا هنا دريسينج روم، أيضا دورة مياه مجهزة بالكامل تخدم غرفة النوم الرئيسية.